هذا وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأكاديمية العسكرية المصرية وعدد من المنشآت بمقر القيادة الاستراتيجية في العاصمة الإدارية الجديدة. قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباحاً بجولة تفقدية في العاصمة الإدارية الجديدة، وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس اطلع خلال الجولة على الموقف التنفيذي لعدد من المنشآت بالأكاديمية العسكرية المصرية العليا في مقر القيادة الاستراتيجية. كل سنة وانتم طيبين. بتحاول تخلص ولا لسه؟ بتحاول تخلص ولا ايه؟ ربنا يوفقكم ان شاء الله. انا شايف حاجه جميله قوي والله. وجهد كبير قوي اللي انتم عاملينه. ان شاء الله عشان ده حلو. شاكرين وكل سنة وانتم طيبين. كما تفقد سيادته منطقة ملاعب التدريب والاستاد الرياضي. سيادتك مشرفنا في الاستاد الرياضي، المنطقة يا فندم على مسطح 115 فدان بإجمالي 15 منشأ، إجمالي نسبة تنفيذ المنشآت يا فندم بلغت 91%. تاريخ النهو والمخطط إن شاء الله يا فندم 30/6. طيب هو دي المنشآت اللي أنت بتقولها؟ تمام يا فندم. دي كده تمام. أنا شوف، هو التحدي بتاعنا ان احنا نخرج من هنا تماما على شهر 7/8 باذن الله يا فندم، قبل العيد ان شاء الله كبيره يا فندم، كل منشاتنا ان شاء الله تكون نهواها 100% يا فندم مجهزه للتشغيل ان شاء الله. شكرا. اي عمر يا فندم. وشملت جوله السيد الرئيس كذلك المبنى التعليمي لكليه الدفاع الجوي وكذا المستشفى. سيادتك بتشرفنا في القطاع الثالث اللي بيشمل كليات الدفاع الجوي. سيادتك موجود في النقطة أمام أوبة التنشين، نسبة تنفيذ 85%، جاري أعمال رفع كفاءة التشطيبات الخارجية واستكمال أعمال نهو التشطيبات الداخلية. لا قول لي التوقيت النهائي يا محمد نطلع 20/6 بإذن الله يا فندم هنكون مخلص كله إن شاء الله يا فندم. إن شاء الله يا فندم كده؟ إن شاء الله يا فندم كده. شكرين. مستشفى فندم ساعة 120 سرير تكون من 3 أدوار، دور أرضي ودور أول ودور تاني. مستشفى فندم ساعة 120 سرير، مخطط نهوة فندم إن شاء الله 15/7/2023. 15/7/2023 مش قبل كده إن شاء الله فندم، إحنا تخطيطنا تخلص قبل كده. شكرين. أيضا تضمنت جولة السيد الرئيس نادي الفروسية التابع للقوات المسلحة إلى جانب الحديقة المركزية بالعاصمة الإدارية. وفي نهاية الجولة شدد السيد الرئيس على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المخططة لتنفيذ المشروع، كما اطمأن السيد الرئيس على العاملين في المشروع. حمد السبديد من سوهاج من مركز البلين. انا احسن ناس سعيد. انت الاحسن يا رئيس. لا والله سعيد. الله يكرمك. ايه عايز يا حمد؟ قول هتكلم بيني وبينك يا ولد. بتكلم يعني في حياتنا نقصان كتير يا ريس. عينينا الاثنين. ربنا يبارك فيك. فنفسي اقعد معاك انا. اللي انت عايزه نعمله. نفسي اقعد معاك يا ولا حمام. انا بحبك والله. انا اديتك في الانتخابات الاولى والانتخابات الثانيه. ده مالوش علاقه باللي انا اعمل لك اللي انت عايزه يا حمام. ربنا يبارك فيك. يعني انك تنتخب ولا ما تنتخبش؟ اسمع بس. انك تنتخب ولا ما تنتخبش مش دي القضيه. القضيه انك انت انسان ومصري ولو في حاجه اقدر اعملها لك هعملها. بس ده اخويا محمد. اهلا وسهلا زيك. كل سنه وانت طيبين. السلام عليكم. عليكم السلام يا ريس. ربنا يبارك فيك يا ريس.